اللي فرحوا بي فريمون. حسيت روحي واحد من العائله، يمكن كل يوم 15 من العائله يعني عاملني اكثر من خو، ويظهر لي انا وقت عملت حسابي وطلب مني باش نوقف الاتحاد المنفسيري. شفت بالعشره وشفت بالماء والملح اللي مع بعضنا كليناه، وقررت اني باش نزيد عام في الاتحاد المنفسيري. معناها رغم العروض المغريه وكل شيء انتصرت، فما كان فما عروض هكا ولا ايه؟ نجم نقول لك كان فما برشا اتصالات من عديد جمعيات من تونس من الخليج، لكن انا تعرف عايش 35 سنه في النسبه، مانيش مادي، مانيش ما نخسرش الكوره فلوس بركة، نشوف الكوره رايجي نهار وتوفى، لكن العشره الاصدقاء الاحباب هم اللي يدوموا اكثر. ونجم نقول لك الجمعيه اللي تحب عليك سنه نجم تحب عليك عام الجاي، اللي موجوده في الدنيا كل. اما انا فرحان اللي نوقعت في المسير، وفرحان واني بنخدم مع جروب دينار. شنو تم الاتفاق كوتش بينك وبين الهيئه نتاع الاتحاد؟ عندك ضمانات، خذيت ضمانات اكثر، نقولوا كارت بلانش اكثر، ما نعرفش كبروا لك شويه في الميزانيه بعد ما كبرت الطموحات توا نتاع الاحباء، شنو اتفقتوا بالضبط؟ والله الاتفاق اللي كان وانه قبل كل شيء البحر نتاع المسيرين يقعد ديما نظيف. لا, لا, لا والله والله هي امتيازات يعني. انا نسكن كما تعرف نسكن في النزل نتاع سيد احمد، نحس في روحي مرتاح في المسير. ديما نقول المسير من احسن الولايات ومن انظف الولايات اللي موجوده في تونس، نحس خاصه نفسانيا نحس في روحي مرتاح. ما نحبش نقول ماديا على خاطر هو انا معودها ونقول الفلوس تمشي وتجي، فهمتني، لكن الاحساس، لكن العيشه، لكن كيفاش نحس روحي نفسانيا هي اللي بها الفائده. انا في الاتحاد المنفسيري ملي جيت من الاول عندي فلسفه، الفلسفه هذيك وافقت عليها الهيئه المديره نتاع الاتحاد المنفسيري، مشكورين. نحب ديما نقول انا اللي بها الفائده بالنسبه لي انا وانا الملاعبيه اللي موجودين في الاتحاد المنفسيري. القرار الاخير في الانتدابات يرجع لي انا بطبيعه الحال. نجم نقول نحب الملاعب هذايا، لكن في صوره ما اذا يعني ماديا ما نجموش نجيبوه هذيك حاجه اخرى. اما بالنسبه للقرارات الفنيه من نهار الاولاني عطيها لي سيد احمد مشكور، والى حد الان قاعدين نخدموا مع بعضنا. ونجم نقول لك سيد احمد عمره ما تدخل اليوم في ملاعب هذا يجيبه ولا ما يجيبوش، القرار الاخير والاول يعني. انا شو فيها مناجير جنرال في النادي اليوم، نحكي انا المدير الفني حتى المدربين الشبان انهم باش يجيبوهم، انهم باش يحطوا يكونوا ديزونترنير كالفيي. ما لازمش يكون ملاعب يخدم لاعب الكره او اليوم يولي اونترنير، لازم يكون مدرب اللي عنده الدبلومات نتاعه، ولازم يكون قاري، ولازم يكون عنده مستوى اللي نجم يكون مدرب كره قدم. اي اكيد كوتش، لكن عندك طموحات تسوي باش تقدم حتى في مسيرتك انت تدريبيه، وذاك عرفت نسوي رجعت لتونس وخليت النمسا. العروض من تونس يا نجم نعرفوا منين، فرق كبيره ولا منين بالضبط؟ من فرق اللي عنده اسم كبير في تونس. يعني فرق كبار. لكن فضلت تبقى في الاتحاد؟ بطبيعه الحال يعني راهو انا ما نحبش كما برشا يعملوها وقت اللي يعملوا سيزون باهي العام الاولاني يبداو يستناو باش يجيك العروض نتاع الجمعيات الكبار وينساو الخدمه نتاعهم. انا قررت قبل كل شيء باش نوقف المسير، قررت كذلك باش العقد نتاعي يعني نمضي قبل ما تبدا سيزون، باش ما نحبش في المسير هكا الكلام اللي يخرج لا هو مش محضر روحه، هو مش با كونسونتري الخدمه نتاعه، هو كلمته الجمعيه الفلانيه، هو كلمته الجمعيه الفلانيه. على ذلك قررت احترام الاتحاد المنفسيري، احترام للملاعبيه نتاعي، وانه العقد نتاعي يتمضى قبل ما تبدا البطوله التونسيه. باي كوتش، هو صحيح السنه الموسم مازال ما فيش، لكن تعودنا بالفرق اللي مش خارج الرباعي التقليدي كيما السيابي كيما ستاد كيما مستير تعمل موسم متميز وبعد تتراجع نتائج، النجم نشوفوا الاتحاد يكمل؟ على ذلك انا قعدت في المستير، نحب ناكد وانه اذا كان فما برمجه صحيحه، اذا كان فما سياسه صحيحه، تنجم الجمعيه كما الاتحاد المنفسيري كما برشا جمعيات في تونس النجم ياخذوا 4-5 سنين، النجم يكونوا من الفرق الكبار. نشوف في البطوله الالمانيه فريق كما لايبسيك اللي كان 3 سنين التالي في القسم الثالث، وقت عملوا الاستمراريه اليوم فريق يلعب في الانكارد في نادي الشامبيون ليج. دونك الاستمراريه هي اللي بها الفائده. احنا مش متعودين على غالب، متعودين كل مدرب كان طار عام
ساعة ساعة إذا كان في كل فريق مش ثلاثة أربعة ممرنين. اليوم أنا فرحان ياسر كي نسمعوا أنه رفع تدريبي في النادي الإفريقي جدد العقد نتاعه، وجلال القادري في الملعب التونسي، رفع جردة في الاتحاد المنستيري، فهمتني؟ على الأقل فما استمرارية في كرة القدم التونسية، وهذه حاجة جديدة ما كناش متعودين بها. التفريط في بعض الملاعبين كان بموافقتك مثلا أكبادو ولا حتى قبل علاء زهير، وتو تو كيف كيف بوتو تقريبا راح الملاعب هذا باش يمشي لجمعية أخرى. عندك معناتها عندك كلمة في الإشواء هذا؟ وسؤال ثاني، ينجموا يقلقوا الخروج نتاعهم ولا لا؟ قبل كل شيء أكبادو اليوم ولا غد إن شاء الله باش يرجع معنا للتمارين، على خاطر في غد معنا حتى الفاوت موجود توا في المستير. معتصم أصابه كيف كيف جاي من ليبيا يعمل الحجر الصحي، وإن شاء الله غدوة يوصل لهنا. بالنسبة للملاعبية أنا نقول نحاول باش نعمل مجموعة بهي. الاتحاد المنستيري ككل فرق الموجودة في العالم، وأنا إذا كان ما تبيعش ملاعبية ما تنجمش تعيش. بعنا كابو في الصيف الفريق دجلة باش خلصنا الملاعبية وعملنا بريباراسيون بيه. رفضت باش نعمل تربص في حمام بوركيبة، خاطر بالنسبة لي أنا نخير ال 40 50 مليون نتاع التربص نخلص بها الأشهر نتاع الملاعبية، ويبدا الملاعبي في التيران يضحك ويفدلك وعامل جو. المستير جل الجمعيات الموجودين في تونس يجوا يعملوا في تربصات في المستير. عملوا العداله في المستير، عملوا يعني فرق الزيريه في المستير، التراجي عملوا عملت السجن نتاعها في المستير، وترنات في ملعب بن جنات. دونك اذا كان الناس كل جي المستير، علاش انا المستير نخرج منها باش نمشي لبلاص اخرى ونخسر فلوسي؟ الفلوس هذيك نخير نعطيها للملاعبيه ونخلصوهم في شهوراتهم باش يبداوا الجو باهي. بالنسبه للملاعبيه الاكبر ايمانويل انا فرحان ياسر، خاصه وانه جاء. تعرف ايمانويل فما زوج جمعيات في تونس اللي رفضوا باش ياخذوه. ايمانويل كان احتياطي في فريق سان بيدرو في الكوت ديفوار، جاء معنا احنا تعلم ترينا بالكتائي للسريوز، واليوم فرحان وانه ملاعب من الاتحاد المنستيري ما يمشيش للدوري البريمير ديفيزيون في 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 السعوديه، ما يمشيش للقطر، وانما يمشي الى دوله اوروبيه. وهذا يدل على حاجه، تدل انه في المستير قاعدين ياخذوا الاطار الفني، الاطار الطبي، الهيئه المديره قاعدين ياخذوا في كلمه باهيه باش نخليهم لاعبي بعد 6 اشهر يتحول الى بلجيكا. الملاعبي هذا مهم كوتش اكيد عندك انت كان في التشكيله نتاعك. كيف كيف قلت لك ملاعبي اخر قريب من المغادره اللي هو اوكبوتو، عندك البديل جاهز؟ اوكبوتو ان شاء الله يكمل معنا سيزون كهد احسن هداف في تونس. وبطبيعه الحال انا فما حاجه اللي ديما نحكي مع الهيئه المديره ومع الستاف نتاعي، يلزمنا نصبروا في انتدابات اللاعبين، ما يلزمناش نضربوا. احنا عملناه الاوكبوتو نفكر وقت اللي جبناه لموا علينا برشا عباد، بما انه في المغرب ما لعبش وفي البانيا كيف كيف ما لعبش، يعني عنده عمل 6 اشهر ما لعبش الكوره. رغم اللي جاء وكنت انا واثق، بما انه كان يلعب في المنتخب المحلي تاع نيجيريا، كنت واثق منه انه بكيت على الاقل شهر من زمان باش يرجع الفورمه نتاعو. اكدنا هدايا وان شاء الله كي يمشي اوكبوتو نجمو نجيبو ملاعبي سويسري ونيجيريا ولا ساحل عاش موجودين بوكو دو تالون. هذيك انا مشيت لنيجيريا قريت شفت ملاعبيه في نيجيريا اللي فريمون دي بون دي غرو كاليتي اللي يلعبوا في نيجيريا، وماذا بيهم يجيو لتونس ولا يجيو يمشيو لاي بلد اخر باش يظهروا الامكانيات نتاعهم. فما ملاعبيه توانسه تخموا فيهم ايضا؟ بالطبيعه الحال الملاعبيه توانسه، لكن كما قلت لك انا حكيت الاسبوع الفارط مع سيد احمد ومع انس المستيري، ما ناخذ حتى ملاعب يفوت عمره 25 سنه، خاطر نحب الملاعب يستفيد والفريق يستفيد. لكن ناخذ ملاعب عمره 28 سنه يلعب عامين بعدش ما عنده وين يمشي، حتى جماهير تاخذه. نحب ناخذ ملاعبيه على 24 23 25 اللي ينجموا بعد عامين ينجم بروجي معناه الفريق نتاعو يستفيد، واحنا كفريق لازم نستفيد منه. معناه بروجي كامل معناه محضرينه. شنو هما لي بوست اللي ناقصين الكوتش؟ والله ايش نقول لك، احنا ماذا بينا بطبيعه الحال اذا فوتو مشى باش نجيبوا مهاجم في بلاصتو، اذا كان ايمانويل مشى كيف كيف باش نحاول نجيبوا مهاجم. الملاعب الوحيد اللي خديناه توا هو عمر العمراني نتاع نجم الساحلي اللي كان مصاب،
عندي ثقة فيها خذيناها العام الجاي. أما من هنا نشوفوا إن شاء الله الأماكن اللي نستحقوا باش يجيبوهم. لكن حاجة اللي أنا نعرفها ودخل الفلسفة نتاعي، ما نجيب حتى ملاعب أجنبي اللي عندنا في تونس خير منه، وما نجيب حتى ملاعب من تونس اللي عندنا في المسيح خير منه. دونك يلزمنا نعرفوا الانتدابات نتاعنا. الأجنبي يلزم يكون مرتين ثلاث مرات خير من تونسي على الأقل، ما كانش نحاول كيف كيف الديفونسرات باش يكونوا توانسة، على خاطر إذا كان ما نوصلوش نكونوا مدافعين كيفاش تحب نكونوا مهاجمين؟ خاطر المدافع باش يكونوا سهل، ماذا بيا نكون مدافعين توانسة خاصة الكوميونيكاسيون مع بعضهم تكون أسهل، فهمتني؟ وبعدش نشوفوا الملاعبيه الأجانب يكونوا في وسط التيران والقدام في الأتاك. عملتوا خطوة هي ما كنتش في التحضيرات، وين وصلت تحضيرات الاتحاد؟ وبنسبة قديش يوم في أوت إن شاء الله يكون جاهز الاتحاد؟ يوم في أوت إن شاء الله بقدر طيب بتكون 100% حاضرين. إلى حد الآن ماشيين في 100 باهية، حتى في وقت الكونفيرما ما وقفناش، قادنا نخدم في مجموعات. لازم نقول لك أنا من اللي بدأت الكوفيد 19 ما خرجش من المسير، رفضت حتى باش نرجع للنمسا، قادر كنت نعرف وأنا إذا كان باش نرجع للنمسا باش يدي مشاكل في العودة إلى تونس. ونحب خدمتي وكل يوم كي نبدا في التيران نبدا فرحان وأني نخدم في الخدمة هذيا، هذيك اللي بيتفادى. والحمد لله الملاعبية حاضرين، صدقت الملاعبي كانوا يخدموا معنا في وقت كونفيرمو اللي يسكنوا في المستير، بقاو يمكن 7-8 ملاعبية اللي هم يسكنوا خارج تونس، كنا نتبعوا فيهم رغم اللي التتبيع ما كانش 100%، على خاطر أنا ما نمش بالواتساب، الواتساب الناس كنا عندها منه، فهمتني؟ دونك الحمد لله اليوم في فورما، وإن شاء الله نهار 2 أوت نشوفوا الاتحاد المنستيري خير من اللي خليناه. واضح، يعطيك الصحة، شكرا ليك كوتش، بالتوفيق إن شاء الله. عاش خويا، ونتمنى لكم زاد النجاح الى راديو اكسبريس. شكرا ليك الكوتش اسعد جردة الشابي، بالتوفيق ليك في بقيه مشوارك ان شاء الله مع الاتحاد المنستيري، والا حتى من بعد ان شاء الله في تجارب اخرى ان شاء الله. اكيد مدرب من المدربين اللي قاعدين في البطوله التونسيه. دونك هكا نوصلوا لنقطه النهايه في فير بلاي اليوم، ملتقانا ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت. شكرا لانس الجويني في الاخراج، شكرا ايضا لناصر السيك اللي كان امن لكم البث على اللايف ستريمينج على الباج نتاعنا في الفيسبوك. دونك كما قلت نتقابلوا غدوه من الطفره الخامسه على اكسبريس افام. اجمل تحيات اسلام المتب. We'll be right back.